معانا النهارده صينيه الفلفل الرومي، هنعملها محشيه النهارده باللحمه مع الرز من القليل ومع التوابل العربيه مع شويه بهارات كده لطاف، ونعمل ازاي صينيه فلفل احمر محشيه. انا شخصيا بحب الفلفل ده وهو مستوي اكتر ما هو ني. هبدا باول حاجه ان احنا نعمل صينيه محشي من الفلفل الرومي. الفلفل الرومي ده زمان كنت اتصور معاه سيلفي، دلوقتي موجود عند الفكهاني وموجود عند البقال، والحمد لله رب العالمين مزارعنا والحاجات الجميله الثروه الزراعيه فلفل رومي احمر اخضر اصفر بنلاقيه موجود حتى الخاص باشكال مختلفه. فانا هعمله النهارده محشي مع الرز، مقاديره على الشاشه. فلفل بتشيل طبعا القلب بتاعه يبقى معانا بالشكل الحلو ده كده، ونحتفظ طبعا بالزهره بتاعته. لحمه مفرومه ضاني او كندوز، بس اللي معايا ده ضاني، معانا تقريبا نص كيلو. الرز معانا كميه زياده شويه، هناخد منهم كوبايه واحده بس كفايه. دي التوابل بتاعتنا كلها، وهنشوف ازاي نعمل مع بعض صينيه الفلفل المحشيه باللحمه المفرومه. الطاسه على النار زي الفل تمام، بحط فيها شويه زيت. الزيت ده يكاد يكون زيت زيتون او زيت عادي خالص اهو، شويه كده علشان عايز اهيئ التوبج او الحشوه بتاعه الفلفل. نهيئها ازاي يا شيف؟ مع بعض واحده واحده اهو. وهنحط هنا معلقه سمنه على الزيت ده كده، حلو، ونجيب معلقه خشب كده وناخد بصلايه حلوه. النار بتاعت الشيف على طول سخنه، وعندنا شويه التوم الحلوين، دي الخلطه، بحطها على النار شويه كده. معانا اللحمه المفرومه زي ما هي كده، بشيلها بحطها مع التومه والبصله. مش هستنى على اللحمه لما تتحمر وتستوي جامد، انا بس كده بهيئها للحشو بالشكل ده كده، وانزل بالتوابل بتاعتي. ايه التوابل يا عم الشيف؟ التوابل اللي معانا دي كده، معانا شويه ملح، شويه فلفل، شويه حبهان بالشكل ده كده، فلفل اسود، سنه كركم حلوه، كل التوابل ديت، والملح بتاعنا، اللهم صل على النبي. تمام، هنقلب دول كلهم مع بعض، وانا بقلب كده ايه شم الريحه الحلوه دي كده. الرز عندي مغسول مره واتنين وتلاته وسايبه على جنب علشان محضره للحمه المفرومه. عايزه المحشي ما ياخدش وقت كبير في السوى، وتضمني ان حبات الفلفل ما تتفتحش منك، او حبات الكوسه ما تتفتحش منك، او الكرنب ما يفكش منك وانت بتعمليه طبقات كده في قلب الحله او ورق العنب. انقع الرز بعد ما تغسليه مره واتنين وتلاته، سيبيه شويه فتره طويله، بتهيئيه طبعا علشان ما ياخدش وقت كتير في السوى، وكمان ما ينفش يبقى كبير في قلب الايه الحشو. اللحمه المفرومه اهيت، هيئتها كده، حلو الكلام. بنزل بالرز المصري، ينفع رز بسمتي يا شيف؟ اختياري، بس هو الافضل رز مصر في المحشي عموما يعني. ونقلب كده. عندي شوربه فراخ حلوه قوي هنا اللي هعمل منها الشعريه، شوربه كانت عندي في الثلاجه، كان عندنا عزومه امبارح، واخد منها معلقه كده. شفت الجو ده كده؟ واقلب كده، اصبح الرز هنا اختلط بالايه باللحمه المفرومه والتوابل، وجاهز ان انا احشيه جوه الفلفل. اضافه خضره بقى او اضافه، او زي مثلا كزبره وبقدونس وشبت، انت عايزه تروحي بالمحشي ده فين؟ شرقي ومصري وحلو، حط خضره المحشي. محشي مثلا من كل الدول اللي هو بغير خضره البقدونس والشبت والكزبره ما تحطيش، حسب الرغبه. بالشكل ده كده زي الفل. طب انت هتعمل ايه يا شيف؟ بصراحه انا مش حابب الخضره، بس حابب دبس الرمان، وإذا وجد دبس الرمان في حشوة المحشي مفيش مكان هنا للكزبرة والبقدونس والشبت للأمانة يعني. لو إحنا بقى جبنا زي إحنا في الصعيد المصري والريف المصري، للأمانة بشوف حاجة حلوة، ودي حاجة لطيفة لغاية دلوقتي موجودة. لما بندبح في العيد الكبير بنجيب اللية بتاعة الضاني وتتقطع صغيرة وتتخزن أو تتسيح وتتحط في برطمان، ويتجاب معلقه ليه كده مع طاجن باميه مع شويه محشي زي دول، بس ده واخدنا سكه تانية بتبقى دسمه شويه وفيها طعم الضاني. حتى لو انت عامله كندوز وحطيت معلقه ليه من ليه الضاني اللي انت مخزناها، بتبقى رايحه على سكه الضاني. فانا هنا دبس الرمان وقف المسائل هنا زي الفل كده، الحشوه جاهزه معايا زي الفل تمام. حلو، قلت انا الحشوه دي اتعملت ازاي؟
لان الطبق ده مهم جدا، لان هيغنينا يعني زي اللي مش بياكل كبده وياكل من المحشي ده كده اكل محشي. رز مع لحمه مفرومه تبلناهم مع بعض بالتوابل بتاعتنا اللي موجوده، كركم ملح وفلفل وكمون وشويه هيل ناعمين، حطيت دبس الرمان خلاص خد سكه تانيه خالص. لو حطيتي كزبره وبقدونس وشبت مفيش داعي تحطي دبس الرمان. طيب نبدا نحشي مع بعض. ادي الفلفل معانا وانا شغال بسله كده. تليفوناتنا معانا يا استاذه رحاب، للي حابب يتصل ويسال اهو في. ولكن قبل ما ناخد تليفون، الرز هنا اهو ما ملهاش للاخر، ادي مساحه لحبات الرز تفرد عضلاتها جوه حبايه الفلفل. اي نعم مغسول ومنقوع ولا حطيته على اهو بالشكل ده كده، وما تضغطهاش جامد، حلو اغطيها كده واقفلها اهو بالشكل ده كده زي الفل تمام اهو. واحط دول كده نفس القصه. عندي بقى شويه شوربه حلوين، هعمل تتبيله دلوقتي من الشوربه ديت واسقي بيها الفلفل. سؤال حلو جالنا دلوقتي من على السوشيال ميديا، بيقول لك هل ينفع ان انا اسوي الرز تسويه كامله؟ حلو قوي، انا عايز اتكلم عن الموضوع ده. هو انا لما انا هسوي الرز واساوي اللحمه المفرومه، وجوده في قلب الفلفل هنا دوره ايه؟ انا عايز الطعم بتاع الرز ياخد من طعم الفلفل والفلفل ياخد من الرز، يبقى كده في انسجام بين التوبنج وبين الحاجه المحشيه، يعني اذا كان فلفل او حشين كوسه. انما ما ينفعش ان انا اساوي الحاجه الحشوه، مهم جدا ان انا احطها نص سوا على الاقل زي اللي انا شغال بيها دي كده اهو. اللحمه بس خدت لون بالشكل ده كده وعملنا محشي. احنا المصريين بالامانه دايما في رمضان نحب المحشي، وخاصه في الايام الاولى من الشهر الكريم. عملنا محشي الكرنب، عملنا محشي ورق عنب زي الفل تمام. اخلص الصينيه دي ونطلع فاصل، ايه رايكم؟ طبعا الفلفل الحار، فلفل الرومي اطلعه من الفرن بسرعه. ده فلفل محشي حطيناه من الاول خالص زي الفل اهو كده اقدمه لحضراتكم. اللهم صل على النبي، مكانك هنا يا غالي. ده فلفل رومي محشي قدام سيدنا، هينزل مع الكاونتر زي الفل زي الفل. ده الفلفل الحار بتاعنا او الفلفل الرومي بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه مع حضراتكم تمام. طيب